السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 175 من كتاب مون ليفو دو فرونسي المستوى الرابع ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا اكتيفيتي اورال. اكتيفيتي اورال أنشطة شفوية. هذا الدرس اللي عندنا شفنا الحصة الأولى منه صفحة 174، يبغى يقلب عليها يدير رقم الصفحة واسم الكتاب غادي يطلع لكم. هنا غنديروا التتمة ديال هذاك الدرس نفسه. هنا في صفحة 175 عندنا، كانت عندنا في 174 ايتاب دو ريسبسيون، المرحلة ديال الترقي ديال المعلومات. دابا ايتاب دو برودكسيون، حنا غنجو يعني كنا كنسمعوا اشخاص كيعاودوا على الحكاية ديالهم، بحال القمر كانت كتعاود على السفر ديالها في دوك المدن الامبريالية، يعني دوك ربعة المدن الامبريال مثل الرباط، على سميناهم امبرياليه قلنا بانهم لان اتخذوهم ملوك وسلاطين خضعوهم كعواصم ديالهم. شفنا الرباط كمدينه امبرياليه، شفنا مدينه فاس، شفنا مدينه مكناس، وشفنا مدينه مراكش، وزارت مجموعه من لي مونيمون هيستوريك في دوك لي فيل. هنا غنشوفوا حوايج اخرين ومدن اخرى، ونحاولوا حنا نعبروا بحال حنا زرنا هاد المدن هادو، نقولوا شنو شفنا في هاد السفر. راكونتي ان فواياج، انك تعلم كيفاش تحكي واحد السفر. ايتاب دو برودكسيون، المرحله ديال الانتاج، انك تعطي جمل اللي تعبر فيها على السفر. هنا عندنا عطاونا واحد ربعه الصور. هنا في يعني واحد الرؤيه ولا منظر سور لو بور دو طونجي ميد، منظر ديال ميناء طنجة، طنجة المتوسطة، ميناء طنجة المتوسطة كيتسمى طنجي ميد، منين جاية طنجي ميديتيرانيا، يعني طنجة المتوسط يعني البحر الأبيض المتوسط، لأنه جاء على البحر الأبيض المتوسط. هنا لو بور دو بيش، كما كتشوفوا هنا بعد هاد طنجي ميد كتلاحظوا بأنه واحد المركز تجاري في كترسو السفن، وشو شحال دوك الحاويات هادو، شنو هما هادو؟ هادو دوك اللي كيكونوا في الكاميونات، دوك الكاميونات اللي كيمشيو للخارج، كتلاحظوا بان هذيك اللي كتحط فوق الكاميون، فهمت؟ شو شحال من وحده، شو شحال من وحده كتكون عامره بالسلعه، اما كتصدر من المغرب اما كتجي من 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 الخارج، واضح؟ شوف الباطو شحال كيهز، واضح؟ هنا ندوزو لو بور دو بيش، ميناء الصيد ديال الصويره، كتلاحظوا هاد السلايك الصغار هادو، وهذا باركو كبير، هذا واحد الزورق كبير، وهادو لي فلايك، هادوك الفلايك كيتسماو دي بارك، كيتسماو دي بارك، فهمت؟ هذا ان بتي باتو، واضح؟ هذا كما كتشوفوا هو لو بور ديال السيد، كتشوفوا الشبكه ديال الصياده، ها هي فيها داك الفرشي لاصق فيها في الاخر ديالها. ندوزو نشوفوا الصور الاخرى اللي عندنا هنا. عندنا ميزون اتوا دو تويل اي فران، هادو يعني ديور، ميزون دي ميزون اتوا دو تويل، يعني عندهم هاد السقف ديال القرموط. علاش كيتبنى بهذه الطريقه هادي؟ باش ما كيشدش الثلج، لان الثلج كيبقى عامر فوقهم، راه افران المنظر بحال شي مدينه اوروبيه اللي فيها كيكون فيها البروده وكيكون فيها الثلج العام كامل، كتلقاهم عندهم هاد الديور هادو، كيختاروا ان هاد السكن يكون بهاد هاد القرمود، هاد الطريقة ديال القرمود، باش ما كيشدش الثلج، كيبقى يهبط من هاد الجهة ومن هاد الجهة. إذا أطوا دو تويل كاينة في إفران مشهورة. هنا هادوك الأزقة الصغيرة لي بتيت غيال، هادوك الأزقة ضيقة فين كاينة في الشبشاو، ما كيدوش فيهم طوموبيلات، كيدوز فيهم غير بنادم، وكيكونوا ديما فيهم دروج، لأن الشبشاو مدينة جبلية. اون غيال ا شفشاون، هادي قالك واحد الزقاق ولا واحد الزنيقة صغيرة في شفشاون، واضح؟ إذا هادو مدن سياحية اللي ممكن تشوف. هضرنا شفتو طنجة، وشفتو الصويرة، وشفتو إفران، وشفتو شفشاون. هنا طنجة والصويرة مدن ساحلية فيها البحر، هنا إفران وشفشاون هي مدن جبلية، كتلقى فيها الشلالات، كتلقى فيها هذيك العيون اللي كتدفق بالماء العذب من الجبال، يعني فيها مجموعه من المناظر الطبيعيه، ولكن فيها السياحه الجبليه ماشي السياحه الشاطئيه، واضح؟ هنا جو برون لا باغول، اخذ الكلمه.
قالك جو مي على بلاص دو عمر ولا قمر، نحط راسي بلاصة عمر ولا قمر، اي جو راكونت ونحكي لي زملائي، جو راكونت ا مي كاماراد كومون سي باسي، كيفاش داز سون فواياج السفر ديالها دون لي فيل امبيريال دو ماروك. يعني داكشي اللي قرينا صحة 174 عاود تحكي باللسان ديالك انت، بحال انت اللي كتحكي على ان قمر مشات وشافت ودارت وهذا ومشات لهاد المدينه ولا مشات لهاد المدينه وشافت هادي، يعني داكشي اللي شفنا تعاود تحكيه بحال انت اللي كتعاودو. هنا جو دي سكو ريبريزونت شاكون دي كاتر فوتو، غنقول شنو كيمثل لي كل وحده من هاد الاربع صور اللي عندنا هنايا. لاحظوا معايا هنا عندنا لو بور دو طنجي ميد، يعني ميناء طنجة المتوسطي، est un port de commerce هو واحد ميناء ديال التجارة، situé à Tanger، يقع في طنجة، au nord du Maroc، في شمال المغرب، construit en 2004، تأسس في سنة 2004، ولكن هذه هي البداية التأسيس ديالو، ولكن بقى كيتزاد في 2010 تزاد، 2014 تزاد، يعني كل عام كيتزاد فيه حاجة جديدة. ثم موراه كاين لو بور دو بيش، ميناء الصيد ديال الصويرة، ماشي ميناء الصيد كتسمي ان بور، يعني بلاصة ديال فين كيوقفوا هاد فين كيوقفوا المراكب وفين كيصيدوا، واضح. لو بور ميناء صغير ديال الصيد ديال الصويرة، ايت ان بور دو بيش تراديسيونيل، هو واحد ميناء الصيد تقليدي، كونستروي يعني تبنى، فوقاش تبنى اون 1770، تبنى في 1770. هنا نهضروا على كيفاش تبناو داك السقوفة ديال إفران، نقولوا دي ميزون، منازل دون أرشيتكتور أوروبيان، عندهم واحد يعني الفن المعماري الأوروبي، تبناو بطريقة أوروبية، دون لي فيل نيجوز، فين كيف كنديروا ديك الطريقة ديال السقف يكون هكاك، في المدن اللي كيطيح فيها الثلج، لي فيل نيجوز كوم إفران، بحال إفران. هنا ثم عندنا شفشاون إت أون فيل دو نور دو ماروك، شفشاون هي مدينة في شمال المغرب. نمر للسؤال الموالي، قالك جو راكونت سو كو جو كوني سور شاكون دي فيل ريبريزونتي بار سي فوتو، نقول نحكي شنو كنعرف على هاد المدن هادو. هنا إتو ألي ألون de ces villes, واش فايت مشيتي شي وحده من هاد المدن، كون و افيك كي اي ا كيل اوكازيون، فوكاش كون متى مع من افيك كي ا كيل اوكازيون، شنو هي المناسبه اللي مشيتي فيها لهاد المدن، ديك المدينه اللي مشيتي فيها في هاد الربعه اللي شفنا، الصويرة ولا طنجة ولا شفشاون ولا إفران. هنا راكونت كومون سي باسي طون فواياج اي دي سكو تو ا فيو، عاود لينا كيفاش داز السفر ديالك وقولنا شنو شفتي. هذا في الاخر ديال الفيديو، غنعطيكم نص نموذجي بغيتو ديروه ولا خذوا منه بعض الجمل. انا جو مي فالو اي جو كونسوليد مي زاكي، قوم نفسي وادعم مكتسباتي. اسكي ليا دي سيت و دي مونومون، واش كاينه قال لك مواقع ولا مآثر تاريخيه سياحيه دون طافيل في مدينتك و طون فيلاج ولا قريتك، لكن ذكرهم لينا شكون هما. Raconte ce que les touristes peuvent voir chez toi. Non, je raconte à mes camarades un voyage que j'ai effectué avec mes parents. Avec mes parents. Je collecte des photos et des documents sur les villes touristiques du Maroc. J'imagine des histoires à تخيلوا قصصا à leur sujet في الموضوع ديالهم بخصوصهم et je les raconte نحكيهم هاد القصص. اذا شنو غادي نقولوا حنا في السفر اللي درنا، نقولوا طنجي، خسرنا طنجي، نقولوا pendant les dernières vacances خلال العطله الاخيره nous avons voyagé سافرنا ma famille et moi عائلتي وانا au nord du Maroc، يعني عطينا التوقيت وعطينا مع من سافرتي وفين اين بلاصه سافرتي، au nord du Maroc يعني في شمال المغرب.
Nous avons pris, خدينا le TGV, خدينا le train à grande vitesse, TGV, يعني قطار فائق السرعة. À Casablanca, nous خدينا من الدار البيضاء. C'est un train confortable et très rapide. C'est un train, إنه قطار مريح, confortable, فيه le confort. Et très rapide, وفيه السرعة, وسريع جدا. Le trajet, يعني داك المسار اللي شدينا, a duré 2 heures. يعني السفر ولا المسار اللي قطعناه دام ديغي دام ساعتين اي 10 مينوت بكل دقة و10 دقائق. اطنجي في طنجة nous avons dîné يعني تعشينا dans un restaurant في واحد المطعم au bord de la mer يعني على ضفاف البحر. La vue de la plage يعني المنظر ديال الشاطئ était magnifique, كان رائعا. Et les plats délicieux, والأطباق شهية, لذيذة, لذيذة بزاف, délicieux. Nous avons passé la nuit, دوزنا الليل, dans un superbe hôtel, في واحد الفندق رائع. C'est la première fois, هذه المرة الأولى, que je vois Tanger, اللي جيت فيها لطنجة, أو شفت فيها طنجة. مثلا دابا نشوفوا شنو مثلا شنو المآثر العمرانيه المآثر التاريخيه لي مونيمون هيستوريك ولا توريستيك السياحيه المآثر السياحيه دون طابيل في مدينتك ولا في قريتك وشكون هما راكونت سكو لي توريست بوف فوار شي توا وقول لنا شنو السياح يقدروا يشوفوا عندك. شنو نقولوا مثلا انا من مدينه الصويره جابيت ا الصويره انا كنسكن في الصويره سي اون تري جولي فيل هي واحد المدينه زوينه. Les touristes admirent la plage. Sieh kajbom le bhar. La Médina, Médina القديمة. La galerie d'art, Ma'rad del Fonoun. Où tout le monde achète de magnifiques objets en bois. Les jami' kayshri يعني أشياء مصنوعة من الخشب رائعة magnifique. بحال دي بواط علب ان كادر دوك الكوادر ديال الصور وداكشي ان كوفري ودوك الصنادق اللي مديكورين. فو بوفي فيزيتي تقدر انكم تزوروا في الصويره لو بور دو بيش هذاك الميناء ديال الصيد اللي شفنا اي سكالا واحد البلاصه كتسمى سكالا و اليا دونسيان كانون اون برونز اللي فيها مدافع مدافع دوك اللي كانوا هادي شحال كيتستعملوا في الحرب قديمه من النحاس بقى محطوطه في الشاطئ اللي كان هادي شحال فاش كانوا كيهجموا عليهم الجيوش كانوا كيدافعوا على نفسهم بدوك المدافع. ثم طلبوا منا اننا نحكيو جو راكونت مي كاماراد ان فواياج كو جي افيكتيي افيك مي بارون نعاودوا على واحد السفر اللي دوزته مع العائله ديالي. شنو نقولوا مثلا هذا مثال اخر من غير داك اللي شفنا ديال طنجه نقولوا ان فواياج افيك مي بارون ليتي ديرني الصيف الماضي Mes parents ont organisé un voyage à Dakhla. عائلتي نظموا واحد السفر إلى مدينة الداخلة. Nous avons pris l'avion, خدينا الطائرة, et séjourné dans un très bel hôtel. وسكننا في واحد الفندق جميل. La chambre était grande et décorée. الغرفة كانت كبيرة ومزينة. De façon moderne, يعني بطريقة مزينة هذه الغرفة مزينة بطريقة عصرية مودرن. Du balcon, قالك من الشرفة من البالكون, on voyait, كنشوفو ممكن لينا نشوفو la grande piscine, يعني كطل ديك الشرفة ديالهم ديال ديك الغرفة كطل على البيسين على المسبح. Les jolis jardins, كطل على الحدائق الجميلة. Et les hauts palmiers, والنخل العالي. دوك النخلات العاليين او بالمي. واضح وهكا كملنا التمارين ديال الصفحة 175 الى اللقاء.